كان ليك تجربة مع الإخوان والسلفيين في أنا السجن. لما دخلت السجن حضرتك كان الإخوان محبوسين، وإحنا سجننا مجموعة كبيرة جيل الستينات، يعني أنا وسيد خميس وصلاح عيسى وجمال الغيطاني وسيد حجاب وناس يعني ياما وناس محترم، الأستاذ محمد العزبي بتاع الجمهورية، ويعني من أفاضل القوم. سجننا عشان لساننا طويل، عشان فجأة أنا لقيت إيه، حطونا في عنبر كده في المزرعة، مزرعة الطرة اللي فيها الإخوة الآن. فجأة إيه، ناس طلعت فوق ظهر ناس ومسكوا السياخ الشبابيك اللي فوق دي. صحيح عبد الرحمن الأبنودي دي معاكم؟ أنا فينه؟ أهو لقينا علب السجاير بتتحدف علينا من الإخوان. يعني اقول لك مثلا رصينا العلب بتاعت الاخوان المسلمين، التحيه ليا كاننا في فرح. تحيه، ما هما السجاير هي العمله الوحيده في السجن، فلما بيديلك علب السجاير يعني بيديلك امكانيه ان انت تروحي بيها الكانتين تشتري تعملي يعني. فيعني وفرحوا جدا ان هما شافوني، يعني مش فرحوا ان انا اتحبست. طب ايه السبب؟ يعني انت عارفة انا يعني فتى الامة المدلل، يعني انا اولا ماليش اهداف خاصة، ماليش طموحات فردية، وبقول اللي بحسه وبشعر بيه ها مهما كان الثمن. ويمكن يعني مثلا مربعك بتاع النهاردة ما تقراه لنا يا خير، ما تقريه انت. لا ما ينفعش، لا ينفع وجودك ما ينفعش. بيقولك انا بالوطن مسكون وكلمتي حرة، عارف حموت مسجون في السجن أو بره. فأنا هذا الرجل فعلا يعني مسجون أنا في السجن أو بره، بالوطن مسكون. يسكن إن الوطن صحيح، الوطن عيلتي الأصلية، وشوفي أصل أنا لا مال ولا جمال. يعني اللي خلاني محبوب كده الوطن، وعلاقتي بالوطن، علاقتي بفكرة الوطن ومحبتي الوطن وكده. شبابا وشيبا كل الناس يعني معايا، ما تسالي كده وانت ماشي مثلا المنطقه بتاع ابو عطوه دي، هتلاقي الناس كلها بجلاليب، اهل البلد كلهم دلونا في ثانيه على هنا. قولي لهم يعني هم ما يعرفوش البيت، هم يعرفوا بس ان انا موجود في الحتت دي. قولي لهم مثلا يعني ما تعرفوا مين من المثقفين، تعرفوا مين من، يقول لك عبد الرحمن ابنه هو بتاعنا. من ست ابوها نعم لفاطمه جنديل، لا يعني طبقات ورئات حضاره نعم، ومعرفه وقيم كلام. بيوصلها عبد الرحمن الابنودي من خلال كتاباته، بيستلمها شباب جيل جديد. نعم. لون جديد، يمكن تفهمه يمكن ما تفهموش، بس فهمك ووصله لجيل يمكن اصغر منهم كمان. وانا بتكلم على فريق غنائي جديد اسمه كايروكي، وفوجئنا نعم. بيه بيغني احنا الشعب، احنا الشعب بتتغنى. هو ده جزء من قصيدة الأحزان العادية، ودي أنا كتبتها في سنة 81. أنت عارفة حلم الثورة ده لو قريتي شعري هتلاقيه في شعري كله، ورسمي للميادين، مش بس في كده، مش بس في الأحزان العادية، في قصيدة الجزر والمد، وصف اللي كان اسمه مدلس معلية اللي هو التحرير دلوقتي، التحرير كان اسمه مدلس معلية أيام سكنات الإنجليز، ما كانت فيه جنب مكان الهيلتون ومبنى جامعة الدول العربية والحاجات دي والمتحف. فالمهم هتلاقي وصف ثورة 25 يناير في عدة أماكن في شعر. ودايما يعني إيه كان ده اللي يطمني، الاستشراف البعيد ده. يعني أنا مثلا كتبت ده في عز سطوة السادات، هو ده. وكنت بقول فيها مأساتنا إن الخونة بيموتوا بدون عقاب ولا قصاص، مأساتنا إن الخونة بيموتوا وخلاص بدون مشانق في الساحات ولا رصاص، فيه في يعني في القصيدة بتاع الجزر. وحققت الأيام أجزاء كاملة من القصيدة. ففوجئت بالجماعة، أنا كنت معجب بيهم لأنهم كانوا بيغنوا غنوة اسمها اثبت مكانك، من أجمل ما يكون. أنت عارفة الميدان ده أعطانا لون من الغناء، يعني الامل معقود على انه يغير الاغنيه المصريه. من اول مثلا صوت الحريه بينادي، تعال نزلت وقلت انا مش راجل. اولا انا ما اقدرش هنا انا اقول
نزلت وقلت انا مش راجع، يعني لازم اللي يقول غنوه زي دي يكون احد ثوار الميدان. والشباب اللي نزلوا ما رجعوش، نزلت وقلت انا مش راجع، وهم جم في الاخر وخدوا حته من قصيده الميدان. ايادي مصريه سمرة ليها في التمييز، ممدوده وسط الزئير بتكسر البراويل، منع الشباب البديع قلبوا خريف ربيع، وحققوا المعجزه صحوا القتيل من القتل. اقتلني قتلي ما حيعيد دولتك تاني، بكتب بدمي حياه ثانيه لاوطاني، دمي تولى الربيع الاثنين بلون اخضر، وببتسم من سعادتي ولا احسان. وبعدين فوجئت بواحد عامل غنوه اسمها فلان الفلاني. والله العظيم يا مدام دينا، انا شوفي في حياتي، يعني شوفي شعر فؤاد حداد وصلاح الدين وشعر حبصبور ولوركا ونظم حكمة وأراجون وبابلو نيرودا والدنيا، احنا يعني قرينا شعر الدنيا كلها، ما في مرة غيرت وحسيت ان عايز ده يبقى بتاعي، او قلت يا ريت انا اللي قلت دي. يا للدرجة دي الغنوة بتاع فلان الفلاني ده. فلان الفلاني اللي كان يومها جنبي سعد لما بدأوا في ضرب الرصاص، فلان الفلاني اللي معرفش اسمه فدايما بقول يا ابن عمي وخلاص. وفيما بعد جاني مع كايروكي، واخد بالك، وكتبت له قصيدة وقلت له تعالى كتبت لك قصيدة عشان تقول، ما جاش. هو طبعا يعني عارف انه يعني ايه، ان هم يعني عارفين سكتهم الناس. هم بس فاجئوني بالغنوه دي بالاحزان العاديه سموها احنا الشعب، واجوني هنا مع الاخت ريم ماجد سجلنا برنامج وجابتهم لي. وريم من المتحمسين لهذا اللون من الغناء، يعني اسمحي لي احييها برضه. طبعا كلنا بنحييها برنامجك، يعني ما تتخيرش طبعًا. تتخيروش عن بعض انتوا. يعني انا كنت سعيد كمان بتجربه علي الحجار لما غنى ضحكه المساجين لعلاء عبد الفتاح، الجزء الاول والثاني، وهو عملها على 3 اجزاء وجريء، يعني ان غنى حاجات يعني الناس اللي نشرتها كانت يعني متقلقله، فهو طالع يغنيها على البشر يعني. وفعلا علي الحجار شجاع وراجل، وبعدين مغني 3/4 غناء وطني، يعني الى جانب طبعا الغناء بتاع المسلسلات اللي عملناه انا وعمار رحمه الله عليه. عمار كمان رحيله يعني مؤذي، 40 يوم مروا على رحيله، ازاي يعني حاسس؟ كلمني قبل ما يغيب، يعني قبل ما يبقى مش بيكلم حد، مكالمة طويلة. أنا كنت غبي شوية في موضوع عمار. ليه؟ لأني قوة عمار وقوة تواجده في حياتنا ما خلتنيش على الإطلاق أتخيل إنه ممكن يرحم. فبقى هو يقول لي عيان، وأنا أتعامل مع عيان زي عيانة كده اللي بنعياها كل يوم يعني. هو طبعا كان عامل قبل كده عمليات فتح قلب وشجاع وعملها وعبرت. وبعدين يقول لي أصل أنا ما بنامش. وبعدين يقول يعني أنا بنام والمنومات مش راضية تعمل حاجة. وبعدين يقول أصلي كنت في المستشفى بشيل المية من على الرئة. مية إيه يا عمار وكلام إيه؟ يقول لي ما هو يعني ضعف عضلة القلب بيعمل مية. فأنا كنت عامل 4 دعامات كده في المركز الطبي العالمي، ففاهم إن زي كده يعني العملية كده. وبعدين في ليلة اللي هو قبل ما يتوفى تقريبا بأسبوع، هو عادة بيكلمني من 8 لـ9 لـ10 لأن عارف إن أنا عيان بنام. يوم ما كلمني بعد 12 كده. بعد 12؟ يا عبد الرحمن صاحي؟ قلت له إيه اللي مصحيك أنت؟ إحنا كان بينا قطيعة طويلة جدا. وكانت مؤلمة لينا احنا 22 سنة. كانت مؤلمة لينا. ندمت عليهم دلوقتي؟ نعم. ندمت؟ لا، احنا كنا ندمانين حتى اثنائهم يعني. اثناء القطيع. وجاني هنا هو ومع الاخ محمود سعد وعلي الحجار، يعني قضينا يوم
ويحمل كده اعتذار خفي يعني واخد البالك ونفضل الحاجة العيال اللي عملناها دي لأن علاقتنا كبيرة علاقتنا مش قالك ايه لما كلمك وشاعره ما هقول لك اهو وبدأ يتكلم عن والدته وعن طفولته حاجات انا اعرفها وحاجات ما اعرفهاش وبعدين عن المدرسة وهو كفيف وطفل وعن صديقه ابراهيم محمد ابراهيم اللي هو صديقنا المترجم الكبير يعني وصديق عمره وبعدين فجأة تذكر الأشياء اللي عملناها مع بعض قعد يقول لي عن نديم يقول لي أنا بظن إن أحسن حاجات عملتهم في حياتي هو على كتف صاحبي بتكي والحزن محوطكي وهمك تعبكي وليه مش قادرة تبكي دلوقتي بفكر ليه تذكر الحاجات دي لأني فعلا لهم وبعدين مثلا على كتف صاحبي بتكي وببكي لو جوايا دمع ينبكي انا ما فرحت الا بكي ولا بكيت الا وكل الكون بكي وحياتي مشوار الرحيل منك لكي يا طيبه يا اسيت القلب في سكتك حتى العذاب يتحب ما اقولش غير ليا وليك يا رب لا تشتكي مني ولا اشتكي يكفاني ما بيا ويكفى ما بكي الله وقعد يقول الحاجات دي وقال لي ابو العلا البشري وبعدين قال لي الحاجات اللي عملناها الورده قبل النهارده وطبعا احبابه وبلد الحبايب وغنوه كمان بيحبها عملها المدحت صالح مش مشهوره قوي بس اسمها ورده العرب برضه وقعد يقلب والبريء الدم اللي في ايديا بالليل يندى عليا ويقول لي قتلت مين وبعدين لغايه قلت له انت بتتاوب يا عمار قال لي انت بتصبح على خير دي كانت اخر مكالمه التاوب التاوب كده قلت له الله انت بتتاوب قال لي طب تصبح على خير وبعد يومين سمعت ان الحاله وحشه قوي قلت له يا اخوانا ده غير لسه كام كان بيكلمني وكنا كويسين شايف ان دي مكالمه الوداع وداع بيودع وداع كبير وداع كبير جدا ربنا يرحمه لو النهارده ليك فرصه انك تقول له كلمه وهو يسمعها تقول له ايه هقول له احنا يعني على نفس الخطه هقول له ايه هقول له العالم بايخ زي ما انت سبته وانت استريحته احنا لسه ما استريحناش وان لما مصر بتمر عليها مآسي وبتمر عليها اشياء والفرح صار قليل جدا احنا كنا نضحك نزلزل العمارة اللي كان ساكن فيها عمار الوقت ما حدش بيضحك الناس يعني في حالة يعني من خيبة الأمل والكآبة والإحساس بالإحباط لم يروه يعني طوال مدة أنا في أيام النكسة اللي كانت الناس دي ما بتبتسمش أبدا والدنيا ضلمة قوي كنت بقول أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار لما يعدي في الدروب ويغني قدام كل ده إنما هنا مش قادر أقول مش قادر تقول مش قادر اقول للدرجه دي يعني حاله مش شايف نور في النهايه لا ما اقدرش اقول مش شايف نور لاني لازم نور ولابد الباطل هيتكسر مهما لبس من ارضيه انما انا عارف ان بيننا وبين الفجر منطقه دماء يعني اتمنى يعني ان ربنا يغيثنا منها وبلدنا عالتراب تغسل شعرها جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها يا هل ترى الليل الحزين هابوا النجوم الدبلانين هابوا الغناوي المجروحين يقدر ينسيها الصباح ابو شمس بترش الحنين ايه
الستات ما يعرفوش يكذبوا. مع المستشارة تهاني الجبالي، بعيدا عن القضاء والسياسة، تتحدث عن المرأة المصرية، سنوات في عشق الوطن. الستات ما يعرفوش يكذبوا مع المستشارة تهاني الجبالي، فقط على سي بي سي. اليوم الساعة الرابعة مساء على قناة سي بي سي. هذا البرنامج برعاية حبيبتي. عارف انك ما راح توطي راسك لحتى طول ما انك عايشة. فاطمة ان شاء الله ما تكوني ندمتي لانك وثقتي بكريم. بدي منك ما تستسلمي وتوقفي بوش كل حدا بده يستغلك ويأذيكي. كل أزمة وبتمر بطمن وراح نتخطاها. أنا بحبك، بحبك كتير. فاطمة الجزء الثاني بدءا من 9 فبراير على قناة سي بي سي. برحب بكم من جديد مشاهدينا، وما زلنا في حضرة الخال عبد الرحمن الأبنودي، وتنضم إلينا شريكة العمر، شريكة الكفاح والرحلة الطويلة الجميلة، الإعلامية الكبيرة الأستاذة نهال كمال، رئيسة التلفزيون السابقة. أهلا بيك يا فندم. أهلا يا دينا، منورانا النهاردة. ده نور حضرتك، وحشتينا جدا جدا جدا. الله يخليك. إيه كل الغيبة الطويلة دي؟ لا، ما هو كل في مرحلة بقى وليها متطلباتها يعني. فأنا دلوقتي يعني أغلب وقتي ببقى مع عبد الرحمن، وأنا سعيدة بالوقت ده. الحمد لله. مرحلة الضبعية دلوقتي؟ مرحلة الضبعية. القرية الآمنة المطمئنة. الله، أنا بحبها جدا. صحيح كنت زمان يعني إيه عندي تحفظات على الضبعية وما كنتش حاسة بيها، بس لما عشت بقى يعني وقت أكتر، لا فعلا بقيت استغرب نفسي لما بقى في القاهرة. الخال كان بيحكي لنا قبل ما نبتدي في التصوير يعني مراحل إقناعك بالضبعية. أيوة صح. وإزاي كان في رفض في البداية إلى أن تم الإقناع والحمد لله. الحكاية كانت صعبة يا خال؟ هي نهال صعبة. كده يعني من أولها. يعني عشان تطبعي الصعيد يعني جواني مع اسكندرية، وعشان البيئة اللي حكيت لك عنها من الراعي للحصاد لغيره، ويعني بنت الناس اللي أكلت وشربت بدون تعب، وبين الصمار. هو ده هجوم ده ولا مدح ولا ايه؟ لا لا، ده تطبيع، بتكلم على التطبيع. وبين الصمار وبين البياض، بين التكوين الخاصة، وبين يعني عشان ده يعني يحصل اولا في اعجاز، ثانيا يعني يدلك لولا ان فيه حوافز شديده جدا عند الطرفين، ما كانش ممكن كل واحد يتخلى عن اشياء وكلام من ده عشان نوصل في النهايه لهذه النقطه. يعني هو برضو بيتكلم عن شكليات، انما هو الاساس الجوهر. أكيد. يعني في ارضيه مشتركه، في جوهر مشترك بيننا. إيه فده بقى؟ قناعاتنا في الحياة عموما. يعني اللي أنا أحبه هو اللي يحبه، إحساسنا بالمعاني الكبيرة قوي. يعني إن إحنا نبقى مهم عندنا نبقى في عدل في الحياة، دي حاجة أساسية. مهم إن إحنا نبقى متعاطفين مع المظلوم. يعني في حاجات إنسانية كده أعتقد إحنا بنتفق مش مجمع. الشبع. يعني القناعة. أيوة هي دي. يعني ما فيش، شوف أنا أقول الشبع هي القناعة. لسه التطبيع يعني. لا لسه التطبيع ما يعني ما إيه ما هو برضو هو الشاعر اللي جاي التلقائي. أنا برضو لازم الكلام يعني عارفة بعد ما أخد بالي من الكلام أقوله إزاي. مش هو لا، الكلمة من قلبه بتطلع على طول، أنا لا يعني مش. بس اكيد يعني التطبيع ده والمزج ده بس ربنا يكفينا شر التطبيع طبعا. يعني ادى في النهايه لا تجربه فريده. هي تجربه فريده اللي هي الحياه، واللي هي نور وايه طبعا. نور وايه اكيد واخدين من الجانبين، من نهال كمال ومن عبد الرحمن الأبنودي. بتشوفي ده واخدين من نهال الحرص واخد بالك والاناقه يعني ايه التعفف، واخدين مننا
محبة الحياة ومحبة البشر، ويعني التركيبة يعني السيدة المصرية والأم المصرية والإعلامية يمكن كمان المصرية اللي وصلت في جزء مهم ومحطة مهمة في مشوارها المهني، أنها تكون رئيسة للتلفزيون المصري مع الشاعر، شاعر العامية اللي بيمس قلوب وعقول المصريين. أكيد بيكون في تحفظات، نصايح، مشاكل مع المربعات اليومية المتابعة لألمنا وأملنا وأحلامنا وخيبة أملنا أحيانا وفرحتنا أحيانا. ملاحظاتك بتكون إيه على الخال؟ لا هقول لك حاجة، إحنا يعني إحنا هنا في الضبعية بس عايشين لحظة بلحظة اللي بيحصل في القاهرة، اللي بيحصل في مصر كلها. المربع كل يوم لما بيتنشر كل يوم أنا بيبقى لي تعليق عن المربع، في يوم أقول له آه كويس، في يوم أقول له النهاردة هيعمل ضجة، في يوم أقول له يعني أنا مش عاجبني مثلا، يعني في يوم قلت له ما يحصلش تاني مش عايزين ده تاني. لا يعني في بس امبارح في لما أنا في حاجات أنا عندي تحفظ لما الكلام اللي يبقى يعني في جرأة شوية أو زيادة عن فجاجة قصدك، يعني مش عارفة بقى تسميها بقى زي ما أنت عايز، لكن يعني برضو طريقة التربية مختلفة، فهو ساعات يجيب الكلام اللي هي بقى يعني اللي هو بقى من الايه من الارض يعني من تحت قوي، فانا ساعات اقول له لا انا متحفظه يعني على الكلام ده وما احبش يعني ما حتى لو كان المربع كويس بس انا ما بحبش الالفاظ دي. طب هنسمع ايه بقى من المربعات؟ انا اقول لك انا جمعت لك شويه مربعات كده بقول لهم نفسكم تكممونا والوطن يسكن سكاته، مش هنسكت فاقتلونا ما احنا شغلة من اللي ماتوا. الله. وعندهم بلطجية غير النوع اللي كان بيضربوا بهمجية ويجروا يلبوا الأذان. وعجب. لان يعني اللي حصل في حبل قصر الاتحادية والحاجات دي يعني هذا العنف يعني مصر ما تعرفوش، يعني العنف السياسي الميليشيات دي يعني في ناس خايفين من بوادر حرب أهلية، تفتكر ان احنا ممكن نوصل لده؟ لا انا ما اظنش هنوصل لحرب أهلية، بس هو لا شك ان هيحصل ارتطامات كثيرة جدا. بس جداً. مصر متحضرة وعندها حدود فاصلة وعندها يعني خطوط انتهاء تقف عندها. خلوا ايامها حبر الخايبين بالثلث، خلوا ايامها حبر الخايبين بالثلث، من غرقوها في شبر هيرجعوا الاندلس. اللي يقولوا السلف تلف ناس حاقده واخده على الاستكانه، احنا اقتصادنا ولينا الشرف نص استدانه ونص اعانه. هو بايدين عاريه حمى الثوره وحط روحه جوه حنك الديب، وانت لقيت له ضيف على الفكره دلوقتي جاي تتهمه بالتخريب. مش بس اقباط بلدنا اللي بقوا خايفين، ولا هم بس اللي شدوا رحال للخارج، الخوف سرى في عروق المسلمين رخرين. مين اللي بدل مداخل مصر بمخارج؟ مش كانوا كنا بنقول ادخلوها بالسلام من امنين؟ وده اللي انت قلتيه، السلطة تغري وتغري. لذيذة بنت اللذينة، أول يومين تمشي دغري، ثالث يوم تبيع المدينة. هيبيعوا المدينة؟ هم بيحاولوا يعني، بس مصر المحروسة. الشعب تبقى محاولات. اسمها المحروسة. وتلفزيون مصر المحروسة، تلفزيون بلدنا مسبيرو. ازاي شايفة الحال والأحوال، وهل ممكن تفكري ترجعي مرة تانية؟ شوفي يعني انا اوريدي انا مستشار دلوقتي، بس هي المشكله مش كده، هو التلفزيون المصري هو تلفزيون الشعب زي ما بيقولوا. احنا تربينا في وقت انه تلفزيون مصري ده كان هو المبنى اللي له الهيبه، الاعلام المصري هو التلفزيون والوحيد المصري. والوحيد اللي كان في المنطقه العربيه يمكن كلها هو التلفزيون في العالم العربي، فهو له يعني له وضعه. صحيح هو بيمر دلوقتي بكبوه، بيمر بازمه، لكن انا متاكده انه الوقت ده يعني هيعدي. ينفع زي ما يعني في وقت من الاوقات التلفزيون كان منافس في فتره من الفترات، صحيح. انه اي فتره تحديدا؟
في فترة سابقة يعني. أنا مش عايزة أتكلم بتحديد، لكن إيه إنه في فترة التلفزيون قدر ينافس، ولكن كانت العقلية عقلية القطاع الخاص. يعني مثلا لا مؤاخذة، أيوة. أنا مش بحب أتكلم بتحديد، أنا أحب أتكلم عن أسامة الشيخ وأوجه له كل التحية زي ما كل شرفاء مصر يعني وقفوا مع أسامة الشيخ. أسامة الشيخ ايه بقى كلميني، لا يعني إيه هو زمبو؟ يعني لا مش كده، هو طبعا فكر بعقليه القطاع الخاص فاصطدم باللوائح والقوانين اللي موجوده في التلفزيون. انه اللي يحاول انه يعمل حاجه عشان شايف ان دي هتجيب ربح او هتنافس، وجابت فعلا بملايين، لا يدخل بقى في سين وجيم عشان انه كسر اللوائح، وان ده يعني يدخل في موضوع سين وجيم واكتر من سنه ونص سجن، وعومل كانه مؤخر. الفلوس اللي جابها للدوله دي كان حطها في جيبه. طيب قبل ما نختتم يعني لقائنا، هل ممكن انه الكوارث تتحول الى احزان عاديه تعدي علينا كل يوم وكل يوم ونعتادها في النهايه؟ لا لا، يعني احنا مش هنعتادها، احنا يعني سلوك ناس البدرشين وال والحوامدية وكده ده كان رفض، يعني هذا السلوك والمقاومة للحزن وللكارثة والبتاع ده نوع من المقاومة نوع من الرفض. هل هيجبر مديري شؤون البلاد ان هم يحسنوا الإدارة؟ لا لا، ما نجدع مديري شؤون البلاد مهتمين بأمورهم هم، مهتمين بالاستيلاء على مواقع الدولة ولا حاسين. يعني أنا ما شفتش يعني كل يوم الفقير يفقد رغيف من قوته، فما لا ينظرون إلى الناس، مع أن الفكرة الدينية دي أساسها الفقراء وأساسها الغلابة وأساسها الناس، أساسها التراحم وأساسها العطف على الناس، دي مش موجودة خالص. وطلع أن احنا الأفنديات اللي بيقولوا علينا أن احنا علمانيين وكافرين وملحدين وأشرار وبتاع، طلع احنا اللي بنحب الفقراء وإحنا اللي بنخاف عليهم وإحنا اللي بننبح صوتنا من أجلهم. لا بس في حاجة برضو محزنة، معلش أنا عايزة أقولها، المسألة القطر اللي جابوه وإنه اللي بيقعد فيه مش عارفة ستة، المعاملة الإهانة الإهانة اللي حصلت. طيب ما هو يعني إهانة الأرفف كمان زي ما قال عدد كبير من الناس، ما طول عمرنا بنقعد على الأرفف بس كانت تراب. يعني كان أنت عشان تيجي من جنة مثلا لغاية هنا تقعدي لك مثلا 11 12 ساعة في القطر، كان اللي يحجز له في الرف ده يعني ملك قاعد بقى كده مكوع وعمال يتفرج على النمل اللي تحت. انما المعامله اللي عومل بيها واللي حكوها الولاد في البتاع للعساكر الولاد اللي رايحه، وان الست قاعدين على كرسي، وان اللي ينام يضرب بالعصايه، وانه اللي عايز يروح التواليت ممنوع، ما فيش تواليت، ممنوع تدخن سجارة، ممنوع تشرب كوبايه، يعني هذا التسلط ومعاملة العبيد كانهم انا عرفت ليه دول بيضربونا في المظاهرات. لان يعني شوفي بيخلقوهم من اول فين، يأدوا بيهم انهم يعني لا يؤمنوا بالحياة، يعني يكفروا بالحياة. فأي ما يقولوا له يعني يطلع كل الغل اللي حكى عنه الولاد امبارح ده، يعني غلب وذل ومهانة. ابراهيم عيسى سماه قطار العبيد، قطار العبيد. وفي عربيات برضو العبيد، طبعا اعتذرنا وتقدرنا ليهم يعني، ولكن يعني إبراهيم عيسى سماهم كده من كتر المعاملة السيئة اللي بيتعاملوها، ولكن عربيات الأمن المركزي، عربيات المجندين، أطرات المجندين، واستهانة فظيعة بحياتهم. عربيات الأمن المركزي دي وهي طبعا مغلقة عليهم، وشوفي الشبابيك اللي قد كده اللي كانوا ياخدونا لما كانوا نعتقل نروح القلعة ولا حاجة، كانوا ياخدونا في عربيات زي دي. دول قاعدين زي المعتقلين، دول معتقلين دائما، وبعدين في الشمس العربية قاعدة تصب يعني نيران جهنم فوق روسهم، ودول قاعدين يعني ممكن يموتوا جوه العربية ولا رحمة. بيفكروك بأحمد سبع الليل؟ أحمد سبع الليل أنت بتفكريني بالبريء؟ والله يا عمار في مكالمته الأخيرة هو بيكلمني عن البريء ده، قول لي إزاي عملنا؟ أصل أنا أقنعته، قلت له، قال لي حجيب علي الحجار، أرجو بس إن علي ما يزعلش، فقال لي حجيب علي، قلت له علي معروف إنه علي، يعني ده يبقى اللي بيغني علي الحجار مش أحمد سبع الليل، أنا عايزك أنت تغني ده. طب إيه رأيك نختتم لقائنا بأحزان عادية؟ نقول الأحزان العادية، جميل، بسم الله الرحمن الرحيم. قصيدة الأحزان العادية،
وفجأة هجمت على الميدان من كل جهات المدن الخرصة ألوف شبان زحفين يسألوا عن موت الفجر. استنوا الفجر ورا الفجر أن القتل يكف، أن القبضة تخف، ولذلك خرج يطالبوا بالقبض على القبضة وتقديم الكف. الدم الدم قلب الميدان وعدل وكأنه دن نحاس مصهور. أنا عندي فكرة عن مدن يكرهها النور والجبر اللي يبات مش مسرور. عندي فكرة عن العار وميلاد النار والسجن في قلبي مش على رسم السور. قلت له لا أبي أنا آسف، بلدي بربيع وصباح، لسه في صوتي صهيل الينابيع، لسه في قلبي هديل المصباح، لسه العالم حي رايح جاي بيفرق بين الضكنة وبين الضي. بلدي مهما تتضيع مش هتضيع، مضايع اللمدان وسيع يسع خيول الجميع، يقدم المقدام ويفرسن الفارس ويترك الشجاعة للشجيع. ولا بعرف أبكي أصحابي غير في الليل، أنا اللي واخد على القمر ومكلمه أطنان من الشهور، وعلى النظر من خلف قوة في سور، واللي قتلني ما ظهر له دليل. وفي ليلة التشييع كان القمر غافل ما جاش، والنجم كان حافل لبطل الرقصة ولا الارتعاش. اتقفل الباب وتخطفوني الأحباب، ده يغسل ده يكفن ده يعجن كف تراب، وأنا كنت موصي لا تحملني إلا كتوف إخوان أكلوا على إخوان وما بينهمش لا خيانة ولا خوان، وإلا نعشي ما حينفتش من الباب. ما أجمل نوم على كتوف أصحابك، تنظر صادقك من كدابك، تبحث عن صاحب أنبى الوش في الزمن الغش، والرؤية قصادي اتسعت. بصيت وحاسد نفسي بين خلاني، تعالوا شوف الدنيا من مكاني، حشتنا أغراض الحياة عن النظر، بالرغم من نبل الألم والانتظار اتعلمنا حاجات أقلها الحذر، ونمنا سنوات مدهشة نحلب ليالي حلمنا المنتظر، وامتلأت الأسواق بالمواكب تبيع صديد الوهم والمراكب، وفرشة بالوطن على الرصيف بالفكر والجياع وبالكواكب ومزلة الرغيف. شوية فات سقراط مسلسلينه من القدم للباط، ومتهم باليأس والإحباط وبالعدم وبالزنا وباللواط وبكل كافة التهم، وهو عابر للجحيم على الصراط، ينظر على الشعب التعيس ويبتسم إلى الجحيم للفلسفة. دنيا لا كانت يوم ولا حتكون في يوم كويسة، دنيا في هيئة خنفسة، دنيا فسة، ما أتعس الإنسان ما أسعد الحيوان. وعبر وصف من الزواني وراه متلطخين بالبدرة والمعاجين، حصرين غطاء والروس بطونهم عريانين، بيغنوا طوبة لضحكة المساجين، وعيال عراية تفيض بها الطرقات من القرى ومن المقاطعات، أطفال في لون الجوع صوت النفس مسموع، أطفال شبه وضلوع. أما أنا فاتسعت الرؤية وبصيت للمسة وللنسايم المنعسة وللحياة المتعسة، وقلت ورا سقراط دنيا في هيئة خنفسة، دنيا فسة، ما أتعس الإنسان ما أسعد الحيوان. قبل مروري على بعض مكان كنت موصي يمه أفوت، هجمت من حارة مجموعة نسوان، رجعوا بالصوت قالوا يا عبد الرحمن وعرفت تموت
وتفوت الشعب العار المتهان في المدن اللي ما عداش منها ريحة إنسان، أنا مت ومش منظر لي جواب، متحصن بكتوف الأصحاب ولذلك فت. لكن لما عبر نعشي بحر الموكب اتهيأ لي سمعت ما بين الصوت المتركب صوت فاطنة أخت الحزنان بيزاحم كل الأصوات والأحزان، واتذكرت صورتها في زواني سقراط ومناحت النسوان حمامة نوح مدبوحة في هوكة الكوم الحزنان. عز عليا اني ما اديتهاش بال مع انها صاحبة افضال كانت تداويني من طعن الحكام والبرد، وكانت تنصحني بعدم السير في قعر الوادي الوعر، ولو انها كانت معترفالي في عبور الوديان. عند التربة قعد المقرئ اوصاني واداني كتابي بيماني، قال لي لو جولك ملكان قول انا عبد الله مش عبد الرحمن، ودعالي في لحظة ما يقوم للعدل ميزان ينوبني شيء من العفو وبعض الغفران، وفي لحظة ما انا متزحلق في قماش الابيض من جوف القبر اتقدم ضابط واتعرض، قبض على الجثة طلب الاوراق مزع الاكفان عدل الوش وقف وركلني وقلب لقم شديد حتى في الموت بتغش شيلوه، ولقيت نفسي والعربية داخلة القلعة. كانت الدنيا ضجيج والشمس نيران ولعة، قوم يا إنسان. أنا قلت أنا عبد الله مش عبد الرحمن زي ما أوصاني الشيخ، قال لي عندي أوراق تثبت إنك مش مرتاح أمرك فاح، ولقيت نفسي محاصر تاني وتحت الرجلين. قلت لنفسي وبعدين راح تفضل كده لمتى يا غلبان، ايه باقي ايه بتداري ايه، ايه باقي عشان تبقي عليه، وطنك متباع سرك متزاع الدنيا حويطة وانت بتاع، ويهين المعنى الظابط ويدوس بالجزمة على الحلم، ربنا رازقه بجهل غنيه عن كل العلم، ماذا تعني بالكون يا يساعك يا يسعني، رد يا جربان يا ابن الوسخ يا كلب، اظنك هتقول لي تاني الشعب وصفعني وتنى على بطني بالكعب. يا سعادة البيه وانا ليه او ليا في العمال ايه، مدغور الدنيا والعمال تضيع، يا صاحب هذا المبنى الموروث ظل جدودك في الجدران مغروس، انت السلطان وانا المملوك، انت السجان وانا الممسوك، انت المنصور وانا المسفوك، انا الصعلوك وامتى الصعلوك يقدر يتجاسر على السلطان اللي في ايده بدل البرهان مليون برهان. رفع الهدب، ما برضو دول يفهموا في الكذب، اول ما تلفت جه غرس الجزمه في قورتي جه تعهد بركني على الاسفلت، ولقيت نفسي محاصر تاني وتحت الرجلين. قلت لنفسي وبعدين راح تفضل كده لمتى يا غلبان، ما لقيتش الراحة في الموت يمكن تلاقيها ورا القضبان. اتطلعت على السجن على الأرض على البطاطين على الشباك وعلى الجدران على الموقف كله على السجن وعلى السجان، ولقيتني طول عمري كنت كده كلب محاصر متهان منبوذ جربان، وانا يا ابن الحلم اللي ملهش أوان، معروف عش في قلب البستان، معروف صوتي في زمن الأحزان وفي أي زمان، واتذكرت سنة ما اتبنت القلعة وكنت أنا أول مسجون، وكان الضابط ده أول سجان، يوم ما صفعني نفس الصفعة نفس طريقة الركل، وآخر الليل جانب دم أصحابي في الأكل. استأذنت أرتب أقوالي، اتقفل الباب واتفتح الباب وخلاص، يا عم الظابط انت كذاب واللي بعتك كذاب، مش بالذل حشوفكم غير او استرجع منكم خير، انتوا كلاب الحاكم واحنا الطير، انتوا التوجيف واحنا السير، انتوا لصوص القوت واحنا بنبني بيوت، احنا الصوت ساعة ما تحبوا الدنيا سكوت، احنا شعبين شعبين شعبين، شوف الاول فين والتاني فين، وادي الخط ما بين الاتنين بيفوت، انتوا بعت الارض بفاسها بناسها بانت وش وظهر بطن وصدر، ماتت
والريحة سبقت طلعت أنفاسها، وإحنا ولاد الكلب الشعب، إحنا بتوع الأجمل وطريق الصعب والضرب ببوز الجزمة وبسن الكعب، لكن أنتوا خلقكم سيد الملك جاهزين للملك، إيدكم نعمت من طول ما بتفتل وبتفتل ليالينا الحلك، أنتوا الترك وإحنا الهلك، سواها بحكمة صاحب الملك، أنا المطحون المسجون اللي تاريخي مركون، وانت جلاوون وابن طالون ونابليون، الزنزانة دي مبنية قبل الكون، يا عم الضابط احبسني، رأينا خلف خلاف، سففني الحنضل وتعسني، رأينا خلف خلاف، احبسني او اطلقني وادهسني، رأينا خلف خلاف، واذا كنت لوحدي دلوقت بكرة مع الوقت حزور الزنزانة دي اجيال، واكيد فيه جيل أوصافه غير نفس الأوصاف، إن شاف يوعى وإن وعي ما يخاف، أنتوا الخونة حتى لو خني ظني، خد مفاتيح سجنك وياك واترك لي وطني، وطني غير وطنك، ومشي قلت لنفسي ما خدمك إلا من سجنك. الله، أنا في النهاية بشكرك شكرا جزيلا شاعرنا الكبير وأستاذنا الخال عبد الرحمن الأبنودي، وبتأكيد بشكرك شكرا جزيلا أستاذة نهال كمال، وربنا يخليك ولينا منورين مصر ومنورين الضبعية. أنا سعداء والله، يعني النهاردة أنتوا نورتوا الدنيا وأنت ليكي معزة خاصة عندنا وعند الشعب المصري، ربنا يوفقك. بشكرك جدا يا دينا، وبعدين فعلا انت نموذج من نماذج المذيعات المحترمات، ربنا يخليكي، اللي بيدفعوا ثمن مواقفكم، فانا يعني سعيده جدا بلقائك النهارده. شكرا جزيلا، شكرا، اشكركم مشاهدينا ونلقاكم بكره باذن الله.